أيها الحظ الكريم، ها هي انطلاقة شوط يتلو الأشواط المتواصلة بهذه المسيرة لسن الحقائق من مسافة 2 كيلومترات. ننطلق معكم ومع مقدمة هذا الشوط كي نتواصل معكم بالوصف والتعليق على الخمسة المراكز الأولى، وهنالك الصدارة من تقود هذه الجموع بانطلاقتها بتواصلها مع أول المراكز ومع أول منطلقات مزاحمة على أول المراكز. مزاحمة تتواصل مع أول المراكز لمحمد بن صالح بن حمد القمرة وناصر بن سلطان المخيبي بعملية التضمير. ثاني المراكز تتواجد شاني عبد الله بن محمد الشراب، وثالث المراكز هنالك براقة لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد سالم بن سعيد المخيمري بعملية التضمير. رابع المراكز تتواجد الناوية لخالد بن محمد آل الشيخ الكواري، والمركز الثالث أو الخامس هنالك التواجد خامس المراكز تتواجد هنالك غزلان لمحمد بن علي العايض المري. إذا نداءنا الأول للخمسة المراكز الأولى، ولكن الأمور تغيرت. الأمور هنالك سارت لصالح الشانية عبد الله بن محمد آل الشراب المري، ولكن ثاني المراكز هنالك براقة لعلي بن راشد العلي المعاضيد على ثاني المراكز. المركز الثالث تتواصل وتنطلق من خامس المراكز حتى ثالث المراكز. غزلان بدأت تغازل المراكز الأولى لمحمد بن علي العايض المري، وهنالك الشعار الرسمي وصل مع نوار لعامر بن سعد الرفادة المري. وأعود إلى أول المراكز، أعود هنالك للصراع للغوة للمنافسة مع 600 متر وأول المراكز. شانية ما زالت مسيطرة مع ابن الشراب، ولكن أرى من الجانب الأيمن هنالك غزلان من انطلقت وغيرت الأمور. غزلان بانطلاقتها لمحمد بن علي آل عايض المري مع أول المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى اسم غادم مع ثالث المراكز انطلق تواجد غارة من بدأت وشنت الغارة لمسعود بن سهيل من غصنة العامري، اسم سجل أفضل توقيت. ولكن أعود مع أول المراكز، أعود مع غزلان وشانية. الشانية وغزلان حوار ثنائي، حوار ما بين الشانية وأيضا غزلان، ولكن حلقت الشانية مع أول المراكز. الشانية من انطلقت وغيرت الأمور وسارت على المسار الصحيح بشعار عبد الله بن محمد الشراب المري، وسجلت المركز الأول باسمها وباسم مالكها. ثاني المراكز كانت تواجد من قبل غارة لمسعود بن سيب من غصن العامر. المركز الثالث كانت تواجد من غزلان محمد بن علي العايض المري. المركز الرابع نواره لعامر بن سعد الرفاده. المركز الخامس كانت تواجد من قبل الظبي لشبيب بن محمد النعيمي. اذا هذه الخمسه المراكز الاولى، تهاني والتبريكات لمن حالفهم الحظ. وهو التوقيت الزمني لشانيه من حققت المركز الاول، دقيقتين 56 ثانيه اربعه اجزاء من الثانيه. تهاني والتبريكات لمالك الشانيه عبد الله بن محمد الشراب. ثاني المراكز كانت تواجد من قبل قارة من أتت على ثاني المراكز بتوقيت زمني وغدرة، دقيقتين 57 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لمالك قارة مسعود بن سهيل بن قصنة العامري. الثاني موصل المضمر ناصر بن بخيت الوهيبي. المركز الثالث كان القدوم من قبل ثالث المراكز غزلان بتوقيت زمني وغدرة، دقيقتين 57 ثانية ست أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك غزلان محمد بن علي آل عايض المري. ما زلنا متواصلين معكم وانطلاقة جديدة بإذن الله تعالى، والشوط الثالث عشر على الاستعداد والانطلاق.